ظروف قاسية، لأنه موجود نعتبر أنه محتجز من طرف الشرطة السياسية للنظام الحالي، وفي ظروف غير لائقة خاصة بالنسبة لشخصية من وزن الرئيس السابق السيد محمد بن عبد العزيز، غرفة ضيقة ما فيها تكييف، ما فيها يعني ظروف غير لائقة، حقيقة غير لائقة حتى من منظور نحن ثقافتنا الموريتانيين وعقليتنا غير لائقة، ما هي لائقة بشخص رئيس الجمهورية، وهو معتقل دون أن توجه إليه أي تهمة. ونحن نعتبر أنه اعتقل على خلفية المؤتمر الصحفي الذي كان ينوي عقده يوم أمس للشرح يعني حيثيات كل هذا اللغط اللي في البلد. إذن نعتبر أن الأمور غير لائقة، وأن على السلطات أن تصحح بسرعة من منظور المصلحة العامة ومنظور القانون ومنظور الديمقراطية ومنظور الحقوق، أن تصحح هذا الخطأ الفادح الذي ارتكبته، وأن تحترم كذلك خصوصيات أسرة فخامة رئيس الجمهورية السابق. وكيف أنتم تحضر